السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالاتكم؟ طيبين؟ معكم محمد. اليوم رجعنا لكم بفلوق جديد. اخوان ماوكلي، كان المفروض ان ننزل لكم فلوق الاسبوع الماضي، فاعتذر منكم على القطع لانه صار شيء فوق استطاعتنا، فباذن الله راجعين اقوى واحسن من اول. قبل ما نبدا الفلوق صراحه حاب اشكركم، لانه تقريبا قبل 7 شهور كان عددنا 5000، واليوم عددنا تقريبا 700000 من اخوان ماوكلي. فالنصيحه اللي حاب اقدم لكم اياها، سوي الشيء اللي انت تحبه، ولا عليك من الناس اللي يقول لك وش الشيء اللي قاعد تسويه، هذا شيء تافه، لان انت راح تصنع نفسك مو الناس هذولا. فحيط نفسك بالناس اللي يحبونك، لان هم اللي راح يحفزونك انك تقدم الشيء الافضل باللي انت تحبه. فالحين راح اخليكم مع الفلوق ايرين ما فولت. وبسم الله تروا سين الطيطه. الطيطه وين يا شباب؟ بدينا نسحب عليها واجد والله. فالحين جينا عند المسبح، فان شاء الله راح نسوي تحديات على المسبح، بما ان كثير طلبنا ان نسوي تحديات على المسبح. فاول تحدي راح يكون تحدي كره السله بالنطيطه. راح نحط السله في نص المسبح وراح ننط من النطيطه مع شقربه، بنحاول ندخلها بالسله، وكل واحد له كم خمس محاولات. يمان واحد صفر، والحين ثاني محاولة. هذه ثالث محاولة، بجيبها عبد الله ولا لا؟ الحين قبل شوي رابع محاولة، دخلت ولا لا؟ أنا أشوفها دخلت والله. أنا أشوفها صراحة ما دخلت. استغفر الله، يعني ما أحلف بس إنها دخلت. عدوها أشوفها. إن شاء الله. اكتبوا لنا في التعليقات، أنا بمشي على كلامه وبنحسبها واحد واحد. واحد واحد. هوب. بوو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 و
جبته جابه اوه بسم الله رجعنا لكم. طبعا زي ما تشوفون اليوم معانا فهد اصغر لاعب باركور، راح نوديه مكان يحبه مره كاتيتي، فبنروح هناك وبنلعب ان شاء الله. خلاص بس هاي ود خلاص يلا بروح متاهة، بندخل متاهة كلنا بندخل متاهة. لا دخلنا متاهة بنضيع كم هذا؟ اه هنا هي والله ما ادري انا مدخل. لا والله هنا يلا يلا عبد الله بالله وقف 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 طبيعي عبد الله وقف وقف راسك يحك يو عبد الله كيف ندخل هذه؟ عبد الله كيف شكلك بالله؟ يبغون ندخل هنا يبغون ندخل هنا كيف؟ ما ادري شلون يا طفل ايوه يلا روح روح خش خش شكم لازك فيك شكم ما جابها العصب خربت اخذتها من اللعبه كابو جابها
الحمد لله بعد ما خلصنا من ولد اختي ولعبناه وخلصنا، فالحين جاء الوقت ان نسوي مطارده، لكن هذه المطارده ما هي بمطارده، سباق بيني وبين عبد الله، بس بطريقه جديده، بس بطريقه جديده وحلوه وباذن الله راح تعجبكم. الحين راح اخليكم مع السباق. بسم الله تونا مخلصين من المطاردة. ها عيال كيف المطاردة كانت؟ والله تعب والله صعب المطاردة والله كانت صراحة صعبة وسويناها بطريقة جديدة، فالحين تعبانين فنبغى نسوي شيء حلو، نرجع الماضي شوي. وش نرجع الماضي؟ بيه صيدة، نلعب صيدة داخل او شرعت مدري ايش يقولون غميمة يسمونها صيدة. بنلعب غميمة داخل النادي. كيف النظام راح يكون؟ زي ما تشوفون هذا النادي كله، واحد اثنين منهم يتخبون وواحد يدورهم. عندك فوق عادي يمديك تتخبى فوق، بس مو فوق، برا برا بس الدرج. يلا عندكم 120 ثانية. اوكي 119 120. بسم الله خلونا ندورهم. في احد؟ ها في احد؟ وين نروح وين نروح؟ عند النادي ذا كله والله ما في احد. صناديق اللي هناك، تخيل في احد داخل. لا والله ما في احد داخل، والله انا عندي احساس اني فتحت النطيطه. تركي هنا اول واحد لقيته تركي. افتح والله اني حسيت انك هنا. 13 120. هذه دقيقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. وين جاهزين؟ نايم خوي انا نايم. قم قم قم. عرفت عرفت وين؟ تدري وين؟ محمد شكله واحد من البوكسين اللي هناك. ابو قاعد تحتنا خبي وهذا. اوكي تركي، بما اني اول واحد لقيتك اباك تشقلب على ورا برجل واحده. هذا العقاب، ليش ما تخبى زي الناس الثانيه؟ وحش. خليني اسوي باك على رجل واحده. ايوه ذيك تسوي باك بعد بشب، باك بعد بشب، باك بعد بشب. ثلاث مره ثلاث ذيك الحين نطيطه. يلا ابدا بشب واحد بشب. يلا بعد اثنين يلا بشب. واحد يلا يلا ابدا. لا كفو كفو كفو. وبسم الله رجعنا لكم. الحين جاء الوقت ان نشرح لكم حركه من حركات الباركور اسمها الكاش بولت. طبعا راح اوريكم واحده بعدها راح ارجع لكم.
زي ما شفت قبل شوي حركه الكاش فولت، طبعا هي دمج بين حركتين اللي هي الكونغ والداش فولت. الحركتين هذه انا شرحتها من اول وراح يطلع لك رقم الفلوق الحين، فعشان تقدر تسوي هذه الحركه وتتقنها لازم تشوف شرح الحركتين. فالحين راح اقسم الحركه الى خطوتين سهلات بتكنيك بسيط عشان يمديك تسويها، والحركه هذه راح تساعدك بحواجز مرتفعه او حواجز تقدر تقول مسافتها بعيده او حاجز يعني مسافتها بعيده. فالحين اول حركه اللي هي الكونغ، الكونغ كيف راح تجيها؟ بالبدايه انصحك انك تجيها بس انك توقف على الحاجز، فزي ما قلنا اللي هو حركه الكونغ بس تجي توقف بالبدايه عشان تقدر تسويها. فالتكنيك البسيط اللي يخليك تسوي الحركه هذه وتجمز بين الحركتين اللي هو يدك، كيف راح تساعدك يدك لما تجي تسوي الكونغ وانت فوق الحاجز؟ على سبيل المثال وانا فوق الحاجز زي كذا، اول ما اجي اسوي كونغ استخدم اللي هو يدي عشان اقدر ادفع على قدام، فضروري انك تستخدم يدك زي كذا عشان اقدر اروح على قدام. وصدرك اهم شيء انك تثنيه على ورا شوي، ما تخليه على قدام عشان يمديك تسوي حركه الداش بكل سهوله. وين تحط يدك بالضبط على الحاجز؟ فلما تسوي حركه الكونغ حطها في بدايه الحاجز، ولما تسوي حركه الداش خلها في نهايه الحاجز، يعني على طول تدف من هنا وتجي على هنا على طول، وتثني صدرك وتدخل رجولك على قدام. فالحين راح اعيد لكم اياها بالبطيء عشان تقدرون تفهمونها اكثر. فهذا هو كل شرح حركه الكاش فولت، واتمنى انكم استفدتوا. الحمد لله تم راجعين البيت، والحين جاء الوقت ان نشوف المقاطع حقتكم مع بعض. فبسم الله ونشوف اول مقطع مع بعض. اسلم مش بيسوي وحش، سوى الوبسر اللي شرحته الفلوق الماضي. فالحين قول بسم الله ونشوف ثاني مقطع مع بعض. اسلم مش بيسوي من فوقه دايف رول وحش والله، اختفي بلونه ايش دخله اخوان ما اكلي والله كفو. الله يسعدك. فالحين قول بسم الله ونشوف ثالث مقطع مع بعض. ايش بيسوي جينر والله كفو، بيمشي على يده الحين درج والله وحش. فالحين قول بسم الله ونشوف رابع مقطع مع بعض. حلبة مصارع وش السالفة؟ اسلم راوند اوف باك تويست والله وحش بطل. ما شاء الله كلهم كويسين والله. والله ما شاء الله كلهم كويسين، ما في اي تعليق لهم. والله ما شاء الله تبارك الله، والله مستويات جدا رهيبة. فهذه كانت بالنسبة للمقاطع حقتكم. فهنا يا شباب وصلنا لنهاية المقطع، فأتمنى إذا المقطع عجبكم لا تحرمونا من دعمكم، وفي أمان الله. 'Cause I can fly.